متابعينا الكرام مستمعينا الافاضل، التحية تتجدد في هذه اللحظات والانطلاق مستمر هنا في هذا التحدي الرائع والجميل. وشوط الختام ينطلق بحفظا من الله وتوفيقه، والذي حمل في طياته وكشوفاته الابكار المحليات الثنايا الاصايل. اذا نسير مباشرة وننطلق مع اول المنطلقين وراس حربة هذا الشوط السايحة لهجن الرياسة مع صالح بن سعيد بالعرج المري، من يتابعها في عملية التضمير والتدريب. بينما المركز الثاني وصل هناك مع المركز الثاني شاهين أو الشاهنية الواصلة على المرتبة الثانية، هناك لهجن الرياسة بقيادة راشد بن محمد بالسم المنصوري. المركز الثالث وصلت هناك على ثالث المراكز مركز الدختورة الواصلة بهذا الأداء لهجن الرياسة وعلي بن ميل الوهيبي في عملية التضمير والتدريب والانطلاق على المركز الثالث. بينما المركز الرابع وصلت هناك الشامخة لهجن الرياسة وعوض بن مبارك المهيري من يتابعها في عملية التضمير. أما المركز الخامس فتقدمت هناك الشاهنية لهجن الرياسة أو الشواهين المتقدمة بهذا الأداء بقيادة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. وسادس المراكز وصلت أيضا شواهين لهجن الرياسة، وهناك محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يتقدم على المركز السادس في هذه اللحظات. بينما سابع المراكز الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وخالد بن مر بن حلوة الكتبي يتقدم بسابع المراكز، وثامنا ياتي هناك الشاهنية لهجن الرياسة وراشد بن محمد بن سم المنصوري. اما تاسع المراكز فهناك على تاسع المراكز مشكورة لهجن الرياسة وعيسى بن أحمد بن مايد الخيالي من يتقدم على تاسع المراكز. بينما عاشر المراكز فهناك تاتي فيه على عاشر المراكز هملولة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان بقيادة محفوظ الينيبي من يتابعها في عملية التضمير. إذن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى الصدارة، العودة إلى مقدمة هذا الشوط وإلى الانطلاق الجميل إلى التحدي الرائع مع السايحة اللي على المركز الأول، مع السايحة اللي على صدارة هذا الشوط لتاتي مع المركز الأول لهجن الرياسة وصالح بن سعيد بالعرج المري من يتابعها في عملية التضمير والتدريب. من المركز الأول إلى المركز الرابع تتابعونها عبر شاشة قناة ياس الرياضية واللمسات الرائعة، كلاهما لهجن الرياسة مع المضمرين المتابعين في عمليات التضمير. إذن السايحة كما ذكرنا هي مع المركز الأول لهجن الرياسة وقيادة صالح بن سعيد بالعرج المري، والمركز الثاني هناك على ثاني المراكز الدختورة تأتي على ثاني المراكز لهجن الرياسة وعلي بن ميل الوهيبي، وثالث المراكز هناك مع انطلاقة شواهين لهجن الرياسة وقيادة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، ورابع المراكز الشاهنية هناك مع المستحيل راشد بن محمد بن سم المنصوري. أربعة من الأسماء ومن النجوم الواصلين والمتحركين في هذه التحديات الجميلة. ناتي مع المركز الخامس ونتقدم مع المتقدمة في هذه اللحظات الرائعة والممتازة. تأتينا في هذه اللحظات الشامخة لهجن الرياسة وعوض بن مبارك المهيري، يصل الخبير في هذه اللحظات بالخبرة المميزة في عالم الأصالة والتراث، يأتي مع المركز الخامس ليقدم لنا هذا الشعار الجميل. بينما المركز السادس سادس المراكز سادس
سادس المراكز وصلت في هذه اللحظات الرائعة لتتقدم شواهين على المركز السادس لجنة الرئاسة وقيادة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي الآتي مع المركز السادس وسابع المراكز. هناك الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وقيادة خالد بالمر بن حلوة الاكتبي. ثامنا تاتي الشاهنية لهجن الرئاسة وياتي المستحيل راشد بن محمد السم المنصوري. وتاسعا هملولة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل حيان بقيادة محفوظ بن خميس الينيبي. وعاشر المراكز هناك تاتينا في شقرة لهجن الرئاسة وعلي بن يميل الوهيبي. ولكن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى صدارة هذا الشوط، العودة إلى مقدمة هذا التحدي والانطلاق. الأسماء القوية، الحركة المميزة، الشعارات وشعارات هجنة الرئاسة من المركز الأول حتى المركز السادس كلاهما لهجنة الرئاسة باختلاف المضمرين العمالقة والمميزين. إذن هناك سايحة ما زالت في صدارة هذا الشوط، ما زالت بالمقدمة، ما زالت بالصدارة، ما زالت بالمركز الأول. تقدم لنا هذا العرض الجميل هنا بالمركز الأول، وهنا هجن الرئاسة ياتي مع هذا الشعار بقيادة صالح بن سعيد بل عرج المري المقدم والمتقدم في هذا التحدي. أول العابرين من على جسر العبور يعبر بالعرج برفقة شعاري هجن الرئاسة ليأتي مع المركز الأول. ولكن المركز الثاني، الدختورة تأتي بالمركز الثاني بدختورياتها، بانطلاقاتها، انطلاقاتها المميزة والرائعة، تأتي على المركز الثاني في هذه اللحظات لهجن الرئاسة وقيادة الظافر علي بن يميل الوهيبي الواصل بهذا الأداء الجميل. بينما المركز الثالث تأتينا شواهين، مجموعة من الشواهين طائرة في سماء الوثبة، محلقة في سماء الإبداع، تأتي برفقة شعاري هجن الرئاسة وياتي محمود بن محمد بن سالم الوهيبي البرفسور. يصل على المرتبة الرابعة أو الثالثة في هذه اللحظات ليقير على المركز الثاني وفي طريقة إلى المنطقة المستهدفة وهي المركز الأول. رابع المراكز، تحركت الشاهنية لهجن الرئاسة ليتحرك المضمر المستحيل راشد بن محمد بن سم المنصوري على المركز الرابع وياتينا بهذا الانطلاق. وخامس المراكز هناك الشامخة لهجن الرئاسة وعوض بن مبارك المهيري متقدما هنا مع هذا الشعار الجميل على المركز الخامس في هذه اللحظات. بينما المركز السادس هناك شواهين لهجن الرئاسة ومحمود بن محمد بن سالم الوهيبي ينطلق على المركز السادس في هذه اللحظات ليقدم لنا هذا الشعار الجميل والرائع. ولكن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى السايحة، العودة إلى انطلاقات السايحة إلى مقدمة هذا الشوط الجميل. تأتي مع المركز الأول وتأتي مع صدارة هذا الشوط مع بداية المنعطف الأخير. بدأت بالانتباه، بدأت بالحركة، بدأت بالتحدي الرائع والجميل لتأتي مع المركز الأول، لتأتي مع الصدارة. هناك السايحة لهجن الرئاسة وصالح بن سعيد بالعرج المري المتابع لهذا الشعار، المراقب لهذا الشعار الجميل بالماضي المشرف والحاضر الجميل والذكريات الرائعة مع هذا الشعار لياتي مع المركز الأول ليستعيد الذكريات الجميل
لهنا بدأ الانطلاق. بدينا باقتحام الكيلو المتر الأخير، بدينا بالدخول في الغلاف الجوي للكيلو المتر الأخير، ولكن الواصلين وصلت شواهين لهجن الرياسة ومحمود بن محمد بن سالم الوهيبي يأتي مع المركز الثاني ليقدم لنا هذا الشعار. أما ثالث المراكز أيضا تأتي شواهين لهجن الرياسة ومحمود بن محمد بن سالم الوهيبي، ولكن المركز الرابع الشاهنية لهجن الرياسة بقيادة راشد بن محمد بن سم المنصوري، ولكن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى صدارة هذا الشوط، العودة إلى السايحة إلى مقدمة هذا الشوط، منطلقة بالمركز الأول هنا مع صدارة هذا الشوط لهجن الرياسة وصالح بن سعيد بالعرج المري، ولكن شواهين وصلت في هذه اللحظات، تقدم هذا الشعار والشعار حبيب الملايين، ياتي مع شواهين لهجن الرياسة وياتي محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. السايحة على الصدارة وشواهين الواصلة، السايحة شواهين، اللحظات الأخيرة الجميلة. تهانينا ناموس لهجن الرياسة والتهنية للمضمر صالح بن سعيد بالعرج المري من رافق هذا الشعار نحو الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت شواهين لهجن الرياسة ومحمود بن محمد بن سالم الوهيبي. ثالث المراكز شواهين أيضا لهجن الرياسة بقيادة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. رابع المراكز الشامخة لهجن الرياسة وخامسة الشاهنية لهجن الرياسة. إذا متابعين الكرام، مستمعين الأفاضل، شاهدنا هذا التحدي الجميل وهذا الانطلاق المميز وهذا الإبداع الرائع والجميل، والسايحة من حسمت ناموس هذا الشوط لتحقق هذا الفوز والانتصار بتوقيت زمني مقداره 12 دقيقة 47 ثانية وأربعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرياسة والتهنية إلى المضمر صالح بن سعيد بالعرج المري. المركز الثاني شواهين لهجن الرياسة، هناك مسجلة توقيت مقدار 12 دقيقة 47 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرياسة والتهنية إلى المضمر محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. بينما المركز الثالث وصلت شواهين لهجن الرياسة والتهنية إلى المضمر محمود بن محمد بن سالم الوهيبي 12 دقيقة 54 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.